هذه المسابقة السابعة. إذا سي بارتي، تعطى الآن انطلاقة السباق السابع جائزة سيرف بيرد المخصصة لخيول إنجليزية عربية بنسبة 25% والبالغة من عمر 4 سنوات فما فوق. سباق مسلم في الدين، مسافة 1900 متر. إذا انطلاقة صحيحة لجميع المشاركين. كنتابعوني رقم 7 أداء بوكساف كاركي يخدم مقدمة السباق منذ البداية. متابعة كنوجدو رقم 1 ماسكا إسماعيل الكجل رقم 1 في الصف الثاني، بينما سعود رقم 8 سفير نسيم وفقة قاسم في الطول من جهة الحاجز، كيحاول يسعد كذلك رقم 4 ميراكولوز أطلس وفقة سعيد سمير بكي تحت التدب الصف الرابع، بينما تأخر نادي رقم 9 شرزاد وزيف الأمطار الأولى في هذه المسابقة. باقي كنتابعونا سعود جيد جدا من جانب رقم 7 أداء بوكساف كار اللي كيجي الآن في المركز الأول، وهنا رقم 1 ماسكا إسماعيل الكجل كيحاول يقطع على المركز الثاني. سعود ضد رقم 10 فيتيش رفقة محمد العويف كيجي في الصف الثالث، بينما كنتابعو سعود رقم 6 رواية إمادي رفقة عبد السلام الحافظي من الجهة الخارجية كيجي الآن في الصف الرابع. رقم 3 شريف جوج ربيع الزيراري كيجي الآن في المركز 11 والأخير. باقي هنا رقم 1 ماسكا إسماعيل الكجل في المركز الأول في صراع قوي مع رقم 7 أداء بوكساف كار على الصف الأول، بينما رقم 10 فيتيش محمد العويز متشبث بالصف الثالث من الجهة الخارجية. وكنتابعو سعود رقم 8 سفير نسيم قاسم في الطول من جهة الحاجز. باقي كنشوفو رقم 7 أداء بوكساف كار في المركز الأول، رقم 1 في الصف الثاني سعود رقم 6 من الجهة الخارجية رواية إمادي عبد السلام الحافظي كيحاول الآن يقطع على الصف الأول من الجهة الخارجية. رقم 10 كذلك فيتيش محمد العويز كيجي في الصف الرابع. خطوط متقاربة الآن بين 5 المشاركين تقريبا. رقم 1 ماسكا إسماعيل الكجل كيجي الآن في الصف الأول، سعود جيد رقم 6 الرواية إمادي عبد السلام الحافظي اللي كيجي الآن اللي كيوليه الآن في الصف الأول، رقم 1 كيتراجع الآن إلى الصف الثاني، بينما سعود دي رقم 7 أداء بوكساف كار اللي كان في المركز الأول لكن الآن كيتراجع للمركز الثالث. الآن وصلنا للخط المستقيم. رقم 6 رواية إمادي عبد السلام الحافظي في الصف الأول، رقم 1 ماسكا إسماعيل الكجل في المركز الثاني، ورقم 7 أداء بوكساف كار في الصف الثالث. سعود جيد نادي رقم 2 هاجر إبراهيم الغريب من الجهة الوسطى. الآن كنشوفوا سعود رقم 6 رواية إمادي اللي كيحاول يمشي للصف الاول، كيحاول يوسع الفارق على المنافسين ديالو. رقم 6 رواية ما كيمشي للمركز الاول، ربما كيمشي بكره ثابته لفوز السباق. رقم 6 في الصف الاول غادي يفوز، رقم 6 وبالفعل 6 في الصف الاول، 4 في الصف الثالث، 100 في الصف الثالث، 5 في الصف الرابع، و2 في الصف الخامس. عفوا سعود اللي في الصف الرابع شرزات اوازيس. اذا الفوز ديال رقم 6 رواية إمادي عبد السلام الحافظي بهذا السباق السابع. كنشوفونا كيفاش تمكن عبد السلام الحافظي من الفوز. رقم 4 ميراكلوز أطلس سعيد سمير في الصف الثاني، رقم 8 سفير نسيم في الصف الثالث، الصف الرابع رقم 9 شرزات أوازيس، ورقم 2 هاجر إبراهيم الغريب كجيدا في الصف الخامس. إذا الفوز رقم 6 رواية إمادي عبد السلام الحافظي بهذا الشوط السابع.